السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير. مرحبا بكم في قناتي حلويات وتدابير المطبخ. نشكر الاخوات اللي دعموني وخلاو لي الاشتراك، نقول لهم جزاكم الله كل خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا وصفه، غادي نديروا لي بات مع بعض. انا هنايا عندي سباغيتي، هنايا كي تبغي دير هذا دير، واللي تبغي دير كيما تحبوا للعجائن اللي تحبوهم ديروهم. هنايا عندي الماء، ها هو لا يغلي، ديروا هادو هنايا يطيبوا، ديروا على حسب افراد العائله. ديروا هنايا الملح، ديروا مغرف صغيره تاع الملح، ونديروا جوج مغارف تاع الزيت، ونخلوهم يطيبوا. نديرو هنايا هنايا غادي نديرو لاصوص مع بعض. غادي نديرو 3 مغارف تاع الزيت، ولا نديرو 4 مغارف تاع الزيت. ديرو 4، ديرو 4 مغارف تاع الزيت. نديرو هنايا بصل، هنايا بصلة كرفشتها بالرقيقة، كاع تكون كاع رقيقة ماشي بالغليظة. نديروها هنايا، خلوها تتقلى هاد البصل. هاولا هنايا البصل يتقلى. غادي ندير الفلفل، فلفل اخضر، هنايا الفلفل اختياري. هنايا عندنا حبة طماطيس كاملة، حبة كاع، هنا عندنا رند، نديروهم هنايا. عندنا كركم، مغرف كركم، مغرف فلفل احمر الحلو، عندنا حرور اللي هو فلفل اسود. هنايا عندنا ثوم مجفف، انا هنايا نبغي ندير المجفف، ما نبغيش ندير الاخر. ولادي ما يحبوهش، يجيهم قاطع وما يبغوش ياكلوا لي لي بات على خاطر الثوم هذاك تاع الحبه. هنايا تقدري ديري 3 فصات تاع الثوم ولا زوج، اللي ما عندهاش دير المجفف. انا هنايا غادي نخليهم يتقلاو. طيب هذيك الطوماطيش معانا شويه. في هذه المرحله غادي نديروا مغرف مايزينا نشا، نحركو هنايا في الخف، نقصوا النار، نديروها متوسطه. هنايا عندنا نصف كاس حليب، غادي نديرو هنايا. عندنا فرماج رابي اللي عندكم في الدار، شيدار ولا فرماج روج اللي عندكم، اللي موجود عندك خدي ديري هنايا تاع المورصو تاني. غادي نخليهم هاد هنايا يتقلاو مليح. هنايا نجيبو لي بات تاعنا بعد ما طابو، ها هما لا نجيبوهم نديروهم هنايا. هنايا بعد ما طاب ها هو لا، غادي نقلعوه من على جنب، نخلوه على جنب. نكملو الوصفه. لحم تاع الدان تاع ها هو لا، انا هنايا درت له مغرف حرور، مغرف كركم، مغرف حرور، مغرف سكنجبير، زنجبيل اللي هو زنجبيل، ودرت له هنا مغرف تاع الموطارد ومغرف تاع المايونيز. وشوفوا كي يتبل يجي، شوفوا كيفاش يجي. هما لهنا معايا الاسكالوب، غادي هنايا نحمي الزيت، نحميها مليح، نحطهم بهذه الطريقه. غادي نخليهم هنايا ينقلاو معانا باش نديروهم مع لي بات. هنايا غادي نقلبهم، نخليهم يطيبو من الوجه الاخر. ها هما لا، انا هنايا ها هو لا هنايا بعد ما وجد معاكم. ها هو شوفوا كي جا، شوفوا كيفاش يجي.
ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اللي عجبتها بارطاجي وتخلي لي جيم وتخلي لي كومونتير. نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. واللي جربت الوصفه ما تبخلش عليا بالكومونتير.